مبروك للنادي الاهلي مره تانية. يمكن النهارده وصلت بعثه النادي الاهلي للمطار وكان في استقبالهم الحقيقه طبعا دي لحظات وصول البعثه النهارده ده بعد طبعا ما نزلوا ركبوا الباص وكان في استقبالهم طبعا في لحظات وصولهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعدد من اعضاء مجلس الاداره. الحقيقه يعني طبعا دي الصوره بتاعت استقبالهم في مطار القاهره وكابتن الخطيب دايما بيكون حريص على التواجد مع كل واحد كل بطل كل رياضه قادره انها ترفع شعار النادي الاهلي فوق وقادره انها تمثل مصر على احسن مستوى في كل المحافل الدوليه والقاريه. مبروك ابطالنا شرفتونا رفعتوا راسنا ومهما نقول الحقيقه تابعنا المباراه يمكن المباراه ابتدت وانا على الهواء امبارح معاكم في السادسه واول ما خلصت الحلقه تابعنا المباراه على اعصابنا ورغم ان احنا انا شخصيا كنت متوقع سيناريو صعب لان فريق الدوان او الفريق الجمارك عامل عروض قويه جدا في البطوله ومخرج ابطال يعني حاملي لقب البطوله قبل كده